العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على تمان الأكملان على أجل مرسلين وآله وصحابتي وتابعي من والي. جزى الله الإخوة المتحدثين من قبلي فيما تكلموا فيه وأجادوا وأفادوا وتكلموا في التوحيد وحذروا الناس من الشرك، وهذه مهمة الرسل جميعا، وكفى بدعاة التوحيد شرفا أنهم يدعون إلى ما دعا إليه أنبياء الله ورسله، ويسعون لتطهير أرض الله أن يعبد فيها غير الله، وهذا شرف عظيم لدعاة التوحيد. فليبشر أهل التوحيد ودعاة التوحيد ببشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وطوبى قيل هي شجرة في الجنة لهؤلاء الغرباء الذين يتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حينما يتركها الناس، وحينما يتنصل عن دعوة الأنبياء والرسل بعض دعاة الشر ودعاة الباطل ودعاة الشرك، فإن هؤلاء يحملون هذه الراية. ومن المحل ده هنا رسالة لكل مسلم سوداني عرف التوحيد عليه أن يبلغ التوحيد. وزي ما قال لك أخونا ضحوية، قال لك ما تخاف، انت عرفت أنه التصوف شرك ودجل وشعوذة، طوالي تبلغ الناس، لأنه الفترة الأخيرة انتشر الدجل والشعوذة والسحر، ودجال قبضوين معه 7 نسوان، ودجال يعني وقع في جريمة اغتصاب، ودجال بهناك أكل قروش مرة، وشغلة طويلة جدا. الجرائد بتكتب زي ما جابت الجريدة دي هنا، الظاهرة الدجل والشعوذة والاستخفاف في عقول البشر. والله شوف أي زول يمشي لدجال ده جاهل، وبعد الجهل عنده غباء، زول مقطع ومجدوع هناك في آخر الدنيا وقاعد له في راكوبة أكل ما قادر يأكل، يمشي له ويقول له والله طبعا أموري معكسة ودايرك تظبط لي أموري. يا أخي خليه يظبط أموره، خليه يقوم من التكل القاعد فيه ده يسكن في عمارة قاعد في آخر الدنيا، وتلقاه مكتح وغبش، ويا زول نعلات زي الناس ما عنده. لكن بعد الناس أصحاب العقائد بيمشوا وبيصدقوا، وأنا دار أديك علامات، وكثير الكلام ده بنقوله وبنكرره خوفا على أعراض الناس من شر هؤلاء. والله جد، لأنه كثير من النسوان، الوحدة النسوان طبعا ضعيفات، الوحدة تلقاها ضعيفة والراجل دار يتزوج، وهي طبعا قليبة رفة وتمشي للفقيه، الفقيه والله الراجل دار يتزوج، طبعا يقول له والله طبعا طبعا الموضوع ده له شغل ثقيل، وبعدين ثاني بتعرف الحاصل. فنحن بنحذر المسلمين صيانة لهم من هذه العقائد الفاسدة، وصيانة لأعراضهم من الانتهاك من هؤلاء الدجالين والمشعوذين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون الناس عن سبيل الله، ويقعون في أعراض الناس. أنا بديك علامات تعرف فيها الساحر عشان ما تتغش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من سحر أو سحر له. الكلام ده مش واضح، تسحر أو تمشي لك عشان تمشي لواحد دجال تقول له يا أخي الزول ده عليك الله أربط لي، واحد يقول لك والله أنا ماشي الحتة الفلانية حتة معينة في السودان، يقول لك والله دي فيها ريتينزات زول عجيبة، ريتينزات وكواديك، يقول لك شغل عجيب، امشي هناك عشان يسحروا له زول، ولا هو ذاته الزول من تلقاء نفسه يعاكسه زول في محل ولا في يعني في قروش ولا غيره ولا في تجارة، يقول له بنظمك، يمشي يعمل له سحر. ليس منا من سحر أو سحر له.
وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. طيب الساحر ده علامات شنو؟ الساحر ده علامات شنو؟ أول حاجة قد تلقاه عنده مسجد، والله تلقاه عنده مسجد، وتلقاه شيخ طريقة، عنده طريقة عدل ماسك طريقة، ويقول لك والله طبعا الشيخ ده خش الخلوة الأربعينية. وما خلوة أربعينية دي يعني شنو؟ عبادة، عبارة عن عبادة للشيطان، عبارة عن عبادة للشيطان. زي ما ذكر بعض من كان يتعامل بالدجل والشعوذة قال دخلوا الخلوة الأربعينية. يا أخي التنفسي دخلوك أربعينية؟ 40 يوم مكفول جوا، وقال كل يوم ببلحة وكباية موية. وقال أول يوم خشى الزول جابه، قال له طبعا المحل ده هنا، تاني انت بعد ده حتنقطع للعبادة لربنا، ولو لا بد تتجرد من كل الثياب ومن الملابس عشان تمشي لله نظيف وعلاقتك تكون بالله قوية. قال لي سيدة لو لبست لك 300 قطعة الله مش شايف عورتك؟ قال لي واي، بس قال لي خلاص ما دام الله شايف عورتك ما تلبس اي ملابس. وصلي ركعتين عريان، كده تتخيل ركعتين وعريان يا اخي، ده بني ادم ده. وبعد ذاك بعد ما يطلع الشيطان بيجي طبعا يقول له اذكر الله بهم عاليه، ياهو 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 ياهو. لما نطلع برا الجماعه يقولوا شيخنا طلع من الخلوه، يستقبلوا ويدقوا له النوبات والطارات، وشيخنا ورد وشيخنا عبد وشيخنا زاهد وكذاب، عبد الشيطان، عبد الشيطان. مما يقول لك خشى الخلوه الاربعينيه، اعرفه ده الساحر. العلامه الثانيه تجي وخاشي يقول لك انت اسمك منو وامك اسمها منو، انت امي مالك ومالك، وزي المجرم سالك من امك قول له انت شغلتك دي ما اياها، مالك ومال امي. الحاجه الثانيه يقول لك جيب لي حيوان بمواصفات معينه، يقول لك جيب لي عتود بيجي، ولا جيب لي، يقول لك جيب لي ديك اسود وجنحه وبيض. يا اخي شغله كلها تعجيز في تعجيز. فلو زول لقيته بالمواصفات دي طوالي ده ساحر. الحاجه الثالثه اداك بخرات، اداك حجبات، اداك محايات، اداك عدد، ده برضه ساحر، ده برضه ساحر ما يغشك. وشيخنا زاهد وخش الخلوه وسبحته الفيه، يا زول ده مجرم واجرام، اجرام من هؤلاء. عشان كده كثير من شيوخ الطرق بيتعاملوا بهذا، تمشي يديك حجبات. وزي ما كاتبين في أزاهير الرياض هنا كتاب أزاهير الرياض، قال يكتب لمن به حمى. الزول اللي عنده حمى بيمشي وين؟ مش بيمشي المستشفى؟ قال لك انت عندك حمى ما تمشي مستشفى ولا تمشي مستوصف ولا يطعنوك حقنه ولا يدوك بنج، بس قال اكتبوا له شقش شقموش نموشلخ ابانوق العجل الساعه 2. يا زول ده شغل بتاع شياطين، ودي اسماء بتاع الشياطين، والحجبات اللافه دي كلها ده كله شغل بتاع سحر ودجل وشعوذه. يا اخي خليك زول واعي، اتوكل على الله، اتوكل على الله، حافظ على اذكار الصباح، اذكار المساء، حافظ على قراءة القرآن والتلاوة، وقبل ده كله التوحيد. اصل اذا كنت موحد ومتوكل على الله ما بتخاف من بني ادم، والشيطان ذاته ما بيقرب منك. شيطان يعني زول الذاكر والمتحصن ما بيقربوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آوى إلى فراشه ثم قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان حتى يصبح. ودب الليل شغال ياهو ياهو، شيطان بيدق البيع عديل زي ده، شيطان بيدق البيع عديل والله جد. وفي النوع اللي عنده سفلي، تعرف السفلي ده يعني شو؟ ده الشيطان بيستعمله زيه وزي مرة واحد. وده كثير من الناس عندهم الشغل ده، كثير من الناس. عشان ما يتغشى يقول لك صالح وبعالج بالقران، وعنده روحانيين وعنده خدام وعنده اولاد ماما وست الودع، كلهم مجارمه، كلهم مجرمين. اوعك اوعك تمشي لك لفكي، ولا تمشي واحد يقول لك بيفتح الكتاب وبيعمل الخير وبيرقد بالخير، ما تمشي لا خير الاكتاب. دي المجرمين بيضيعوا عقيدتك وبيضيعوا عرضك وبيضيعوا قروشك، والله ثلاثه دول بيضيعن عقيدتك، ودي اغلى حاجه. ترى لو شار قروشك وما قلعتها دي خيابه، وكان عرضك برضو قد يألمك، لكن العقيدة دي ما بترجع بالسهل. لو مت على عقيدة ولا معتقد في هؤلاء
والله شغلتك مصيبتك مصيبة، لأنه الشرك ربنا ما يغفره. والحديث ذكرت لك: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. تعرف هؤلاء الناس ودي الأعداء الرسل، والله الفكية والسحرة وأبونا فلان ومولانا فلان دي الأعداء الرسل، يكتبوا القرآن بالنجاسات ويكتبوا بيد دم الحيض ويكتبوا بماء الرجال وينجسوه وينكسوه ويلقوه في الحمامات وأماكن النجاسات. دي الجماعة دي الدجل والشعوذة. ما كثير من قول لا ناس ما تمشوا ما تمشوا. الجرائد قبل فترة جابت واحدة، واحد دجال طاق منها مليار وحاجة، واحدة في الديوم الشيخ ده كمان عمل فيه عملية بطالة جدا والله جد. واحد هنا في بيجاي قال المرأة جاته وشافه سمحة عجبته قال لا طبعا جاني سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وقال لي تطلقي من راجلك وعرسك أنا، عندي فيك جنى صالح. يا زول يا مجرم يا محتال والله جد. قال لا عندي فيك جنى صالح، شوف الإجرام ده. طيب أنت ما شوف لك واحدة برا شنو إلا شوف لك برا راجل تطلق من راجلك؟ وجاوه في الجرائد والجرائد كتبت ده كله، جابته الجرائد ما جبناه نحن. أمشي الملفات بتاعت الشرطة، أسأل عن جرائم الدجل والشعوذة والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي تقع باسم الدجل والشعوذة. يا ناس عقيد العقيدة لما تضعف الناس بيكونوا يقعوا ضحية لأي واحد. يعني كده نحذر الناس جميعا، ما تمشي لك ليفكي ولا وداعية ولا شيخ بتاع طريقة ولا يديك بخرات ولا حجبات ولا تمام. خليك متوكل على ربك الخلقك يا زول. الزول لما كان في بطن أمه ربنا حافظه 9 شهور و10 يوم يدخل له واللكل والشراب ويتنفس يتنفس. في شيخ طريقة كان معاك، في حجاب جوا، في ست ودع جوا، لكن الناس عقولها ضعيفة، العقول ضعيفة والعقيدة أضعف. يقعوا ضحية لأمثال هؤلاء، يأكلوا قروشه زي ما قال ربنا: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أحذر، ماشي لك أوراد بتاع الطريقة الصوفية، كل الطرق الصوفية دي طرق بتاع جهنم. والله إن أكلمك الصراحة نغش عليك، يعني ما في طريقة من الطرق الصوفية حقت الرسول أبدا ولا يغشك. يقول لك أداني لها سيدي فلان عن سيدي فلان عن سيدي فلان عن علي بن أبي طالب عن ابن عمي رسول الله. كذاب يا مفتري. الرسول دينه اكتمل، ربنا كمله في القرآن. ربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين مكتمل، لكن دي المجرمين دارين يلعبوا على عقول الناس ويأكلوا أموال الناس. ديال وغير من الجماعة، انت خليك حريص ما تتغشى لا شيخ طريقة لا شيخنا، خليك مسلم على الكتاب والسنة، طبق السنة في نفسك دار تكون سعيد. الجماعة طبعا، وانا بختم بالجزئية دي، بعض الناس قال السعادة قال كترت قروش وكترت نسوان واولاد وعربات. لا لا لا، السعادة ما كده. السعادة اعظم السعادة ان يكون الانسان عبدا لله تبارك وتعالى وحده، والله دي اعظم سعادة. ربنا قال: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ماله فلنحيينه حياة طيبة. ربنا يحييك حياة طيبة، تكون سعيد في دنيتك ولو كنت فقير. والله جد لو كنت فقير، واحد تلقاه ملياردير وتلقاه صوفي، تسأله يقول لك والله العيشة منكدة، لأنك صوفي ولأنك عقيدتك في أزرق طيبة وعقيدتك في فركة. أنا كنت أشوف ده فركة، أسألك الله فركة ده كان بقى شنو شنو؟ أنا بعتقد فيه وعنده فركة وبشملة خيابة، بس والله ما عارف ذاته الحاصل شنو. أبشملة وفركة وداك بهناك أبو قرون. يا أخي أنت مالك ومال القرون ده؟ الطناطي حتى يا أخي عامل لك قرون، وداك أبشرة وبجنزير. يا ناس زي إرهاب، والله ده أسماء بتاعت إرهاب بس. يقول لك دين أولياء صالحين يا زول، كذا قول بسم الله واقعد وتعلم عقيدتك وتوحيدك وما تتغش. فالزول يكون حريص، وأنا إن شاء الله أقدم الشيخ مزمه وليتفضل مجزيا مأجورا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أخي تقول لك كلمتين يا شيخ.